السلام عليكم، والله كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد دائما على قناتنا وقناتكم تخفيضات سارة. وكيف كان عندكم ديما بالجديد، جبت لكم اليوم فيديو اللي كلكم كيعجبكم بزاف، دائما كتسولوني عليه، واللي هو فيديو اللي غادي يكون كامل فيه ان شاء الله الطرز، طرز ان شاء الله الرباطي، فوالا. وفيه كذلك اليوم بزاف ديال الجديد، واهم حاجه فيه دي بروموسيون لي زوينين بزاف، وانا متاكده انهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. وقبل ما نبداو هاد لا فيديو، نبداو بالصلاه والسلام على الرسول عليه ازكى الصلوات. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يجيو يزورنا في المحل، فاكيد مرحبا بكم. المحل راه كاين في مدينه تمارا، عناتق تزيئه برومو سود، مقابل مع مسجد الشرقاوي اللي كتجمع جهه ديال تمارا فوت المحتجه الافريقيه اللي كاينه في عناتق، والدوره الاولى على يدكم اليمين. والناس كيبغوا التوصيل، حنا كنوصلوا جميع المدن المغربيه، فين ما كنتو وحتى الباب الدار، غير ان شاء الله توصلوا معايا ونعطيكم جميع المعلومات. والناس كيبغوا الترموميكس، الكوبول، الترموميكس براند، وكذلك حتى الاوركلاد، راهم كلهم كاينين عندنا، كنجيبهم لكم حتى للدار فين ما كنتو. وكندير لكم حتى كذلك الفورماسيون ديالكم، توصلت لي راه فابور ان شاء الله، فين ما كنتو بالنسبه للترموميكس وبالنسبه للكوبول. مرحبا الف مرحبا بكم، تواصلوا معايا باش نعطيكم جميع المعلومات. وراه فيهم دي بروموسيون حاليا اللي زوينين بزاف. وما تنساوش المفاجاه اللي قريب بزاف ان شاء الله غادي نعلنوا عليها عند محلكم تخفيضات سارة، واللي انا متاكده انها غتعجب بزاف المتابعين الاوفياء ديالنا. خليو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، وتخليو لي في لي كومونتير في رايكم ان شاء الله شنو غادي تكون هذه المفاجاه هذه اللي راها غدا كيف كنقولوا وكتقرب. مرحبا الف مرحبا. ونبداو ان شاء الله مع اول اختي اللي كتجي اليوم، واللي ان شاء الله غادي يكون شيما دو تام. شوفوا هي ما شاء الله قداش كيجي، راه كيجي حجم ديالو تبارك الله كبير، وحتى الطرزه فيه شوفوا قداش كتجي، راه كتجي ما شاء الله كبيره، يعني اكبر ما كاين، وكيجي على هذا الشكل هذا، يعني كيجي كله هكا غادي هكا بالطرزات. شوفوا الحجم ديالو ما شاء الله، يعني خاصكم طبله كبيره ما شاء الله راه كيجي عليها فوالا. وبالنسبه لهذا راه حتى هو جبنا لكم فيه الطرزات، وجبنا فيه الاشكال، كاين هذه الزليجه هذه الحمراء، وكاين فيه كذلك الزليجه الدوغي، حتى كذلك كتجي زوينه بزاف، وكتجي كلهم فيهم هنايا هاد الشوشه هذه هابطه من هاد البلاصه، وفيهم كذلك حتى هاد النجيمه هذه اللي كتجي على هاد الشكل. ولا حتى كذلك كتمشي كلها غادا هكا بالطرزات. دونك بالنسبه للثمن ديالو راه ان شاء الله غادي يكون غير عند محلكم تخفيضات سارة ان شاء الله بهاد لابرومو هادي ب 100 درهم. دائما مع التخفيضات ديال اخر سنه 100 درهم فقط. شومان دو طابل كيجي ب 6 ميلي كوير ب 100 درهم فقط. وبقاو مع الطرزه ديال الزليجه الحمراء، جبنا لكم فيها كذلك حتى هذا ناب هادي. دونك بالنسبه لهذه اللي كتجي فيها متر ونص هكا على متر ونص، كيجي لابار ديالها ما شاء الله كبير، وكتجي كلها فيها هاد الطرزات هادو بالزليجه الحمراء، كيجي فيها 9 ديال الطرزات كبار، شوفوا ما شاء الله قداش كتجي، راه كيجي كبير الطرزات ديالها، وكتجي فيها الشوشات هنايا في الجوانب كتجي هابط عليها، وهادو راهم مسح ورد، يعني كنقولو كيجيو الخلطه ديالهم فغيمون ممتازه، وحتى الكوير ديالهم مرطب، يعني ماشي داك الكوير اللي كيكون هكا واقف. بالنسبه للثمن ديالو راه غير ب 220 درهم، 220 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. ونبقاو دائما مع نفس الشكل او نفس الطرزه، كاين كذلك حتى هذه هذه اللي ديال البراد مع هذا تحت ديال البراد، هذا الفراش ديالو. دونك يجي الثمن ديالهم بزوج غير ب 20 درهم، كيجيو على هذا الشكل، الثمن ب 20 درهم فقط. وباش تكمل الحطه ديالكم كاين كذلك حتى هذه، هذه كتجي الفوال ديال الصينيه، كيجي ما شاء الله كبير، نحاول ان شاء الله نوريكم، فوالا راه تبارك الله كيجي كبير، كيجي على هذا الشكل هذا، يعني السيني شحال ما كانت كبيره راه كيجي ما شاء الله كيدير فيها. وماشي بالضروره تغطوا به غير الصينيه، تغطوا به اي حاجه كانت عندكم ماكله ولا اي حاجه، كيجي الشكل ديالو فريمون راقي بزاف. ولا كاين اللي كيحطها هكا الصينيه وكيخلي ديما محطوطه هكا في الصالون، وكتبقى هكا مغطيه على الغبره ومغطيه على كل شيء، كيجي شكله ما شاء الله زوين بزاف، وكيجي كله هكا بالطرزات ديال هاد الزليجه هذه الحمراء. دونك بالنسبه للثمن ديالو راه كيجي غير ب 80 درهم، 80 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة، وكانت ديالو راه حتى هو كذلك صبن ورد. وكاين كذلك حتى هاد البواط هادي ديال لي موشوار، دونك حتى كذلك كتجي فريمون زوينه بزاف. بالنسبه لهادي راه كتجي هكا ملي كتحل معنا كديرو فيها هنايا الكلينيكس، وكتبقاو هكا كتجبدو، دونك كتجي كلها هكا كيف كيبانكم بالكبير. وحتى كذلك كتجي فيها لا ميم شوز، هاد الطريزات هادو كتجي على هاد الشكل هذا، وهادي زوينه ماشي بالضروره تحطوها فوق الطبله، تحطوها حتى في غرف النوم ديالكم ولا في اي بلاصه ولا في الطوموبيل ولا في فين ما كان، كتجي غير مشكل ديالها زوين بزاف، وراه هكا تحل هكا من هنايا باش تدخلوا فيها هكا لي موشوار. وبالنسبه للثمن ديالها كتجي غير ب 50 درهم، 50 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. ودائما مع نفس الطرزه جبت لكم كذلك حتى هذا، هذا الفراش ديال الصينيه كيجي على هذا الشكل، شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كيجي شكله فريمون زوين بزاف، فوالا كتجي فيها كربعه ديال الطرزات، وعاد كتجي معاه الليد ديال البراد ديالو والفراش ديال البراد، هادو كيجيو معاه ديجا في لو باك. بالنسبه للثمن ديالهم راهم كيجيو غير ب 70 درهم،
كلهم هذوك جوج سيميلي كوير ب70 درهم فقط. ونبقاو مكملين دائما مع نفس الطرزه، هاد الحمراء غتطلع لكم اليوم في الراس ما شاء الله، غندوز داكشي كامل ديالها. دونك نكملوا دابا ان شاء الله، ندوزوا لهاد لي سيرفيات هادو ديالها. فوالا كيجيو على هاد الشكل، هادو بالنسبه للمناديل ديالها كيجيو على هاد الشكل هذا. بالنسبه لك هذا كيجي فيه لو باك ديال 12 الحبه، وراه كيجيو ما شاء الله كبارين. الثمن ديالو كيجي ب 180 درهم، 180 درهم فقط. كيجيو كلهم هكا بالقطن، وهادو حتى هما كذلك صبن ورد، اللون ديالهم كيجي زوين بزاف. كيجيو كلهم هكا فيهم هكا في جوانب هكا الصم. الثمن ديالهم كيجيو كيف ذكرت ب 180 درهم 12 الحبه. وكاين كذلك حتى لا بواطا موشوار ديالو كيجي على هاد الشكل، حتى كذلك ما شاء الله كتجي زوينه بزاف. كتجي بتروزه من هنا وبتروزه كذلك حتى في الجوانب على هاد الشكل هذا، وفيها حتى درجيلات هكا نحاسيين. وهنا كتحطوا هكا لا بواط ديالكم ديال لي موشوار، وكتسدوا عليها هكا من هنا من الفوق. فوالا كتجي على هاد الشكل هذا، وكتجي كلها هكا بالكوير. الكاليتي ديالها فريمون ممتازه، وكتجي ما شاء الله ثقيله. الثمن ديالها كتجي ب 120 درهم، 120 درهم حتى هي كذلك. راه فيها دابا حاليا لا بروموسيون وجديد محلكم تخفيضات ترى. جبنا لكم هاد لي بواط هادو، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجيو. هادو كيجيو بتروزين كاملين هكا على الدوره ديالهم. انا حاطه فيهم هنا فوطات، ماشي بالضروره تحطوا فيهم فوطات، تحطوا فيهم شنو ما بغيتوا. كيجيو على هاد الشكل هذا، شكلهم زوين بزاف وراقي في الحطه. تحطوا بزاف حتى في الحمام ديالكم، ديروا فيهم هكا فوطات صغار، ولا تحطوا فيهم شنو ما بغيتوا. كيجي شكلهم هما شي حاجه اللي راقيه بزاف. بالنسبه للثمن ديالهم راه كيجي ب 100 درهم. هاد لو سيبور هذا كيجي ب 100 درهم فقط، كيجي كله بالكويخ، وكتجي لا كالتي ديالو فريمون ممتازه. وكاين كذلك حتى هاد الفويطات هادو، حتى هما كذلك راهم متوفرين حاليا في المحل. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجيو. هاد الاصاله ديالنا وهاد الطرز ديالنا فريمون شي حاجه اللي راقيه بزاف. وكيجيو بحال هكا مربعين، تحطوهم بحال هكا كيجيو على هاد الشكل هذا. والكاليتي ديالهم راهم كيجيو رطب بزاف، وكتجي الكاليتي ديالهم فريمون ممتازه. جيو ان شاء الله المحل وقيسهم بيدكم، شوفوا كيف كيجي الكاليتي ديالهم، راه شي حاجه اللي فريمون راقيه بزاف. كيجي فيهم ثلاثه ديال الفوطات لو باك، ثلاثه ديال الفوطات نفس الحجم مطروزين كلهم هكا بالصم. بالنسبه للثمن ديالهم كيجيو ب 70 درهم، ثلاثه ب 70 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره. وبهاد الطرزه هادي راه باقي كاين فيها كذلك حتى الفوال ديال لاطابل، وفيها كذلك حتى الفراش ديال البلاطو، راه باقي ان شاء الله خليكم معايا في لا فيديو. وباقي غادي ندوز بنفس الطرزه. ولكن كيف ذكرت بالنسبه لهادو ثلاثه كيجي الثمن ديالهم ب 70 درهم، وكيتحطوا هكا في هاد السيبور هذا. شوفوا كيجيو ما شاء الله زوينين بزاف. حتى داك الناس كيبغيو يقدموا هدايا ويكونوا هدايا كنقولوا لي شي حاجه لي سبيسيال، تقدموها بحال هكا كيجي شكلها زوين بزاف. وبحال غطيه لكم كلها ب 170 درهم. نكملوا وندوزو دابا لهاد الطرزه هادي. شوفوا ليا ما شاء الله حتى كذلك كيفاش كتجي، كتجي راقيه بزاف الشكل ديالها، هذا كتجي على هاد الشكل هذا. بالنسبه لهاد الناب هادي كتجي هكا اللون ديالو في البلون كاسي. وبالنسبه للثمن ديالو راه كيجي ب 220 درهم، 220 درهم فقط. وفيه ميترونس على ميترونس بالنسبه لهاد العبار. وبالنسبه لهاد الطرزه هادي، يعني هاد النجيمه هادي ولا هاد الوريضه، كاين فيها هاد الشكل هذا اللي كيجي ميترونس على ميترونس، كيجي ب 220 درهم. وكاين كذلك حتى العبار الكبير، فوالا شوفوا ما شاء الله قداش كيجي، راه كيجي كبير. وحتى كذلك كيجي الكاليتي ديالو فريمون ممتازه، كلهم هادو كيجيو بالسيميلي كبير، والشكل داك الرطب كنقولوا داك الكاليتي الممتازه. كتجي فيه 2 متر على متر ونص بالنسبه للعبار ديالو، كيجي كله فيها كطرزات كبارين. وبالنسبه للثمن ديالو راه كيجي ب 300 درهم، 300 درهم العبار الكبير كاع ديال 2 متر على متر ونص. فوالا هادو فيهم العبارات بزوج، دونك ان شاء الله تختاروا الشكل اللي بغيتو. وباش ترافقوهم راه كاين فيهم كذلك حتى هاد السريبتات ديالهم اللي كيجيو بحال هكا، حتى هما كذلك كيجيو 12 في الباكيه. الثمن ديالهم كيجي ب 180 درهم. وبالنسبه لهاد السريبت هادو تبغيو هادوك لي زانو ديالهم اللي كيداروا فيهم، دونك حتى هما كذلك جبدين لكم فيهم الاشكال. كاين هاد لو موديل هذا، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، كيجي كله هكا بلي بيرل بويض، وكيجي فيه هاد البغوش. دونك جبنا لكم اليوم فيهم بزاف ديال الجديد، ان شاء الله تختاروا الشكل اللي بغيتو. هادي كيجي كله هكا بلي بيرل بويض، وكيجي فيه هاد البغوش هادي على هاد الشكل. كاين كذلك جبنا لكم حتى هاد الموديل هذا، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي. كيجيو لي زانو كلهم هكا بالبيض والدوغي، وكتجي هابطه فيهم هاد الشوشه هادي. كلهم راه كيجي في لو باك كيجي فيه 12، باش تكون عندكم هكا فكره. كيجيو على هاد الشكل، الناس اللي بغاو يديرو كابتور ديكرون. كاين العشاق لا سامبليسيتي، هادو كيجيو كلهم هكا 100% دوغي، وكيجي فيهم هكا بحال هادوك الخويتمات في لارجونتي كيهرسو اللون. دونك كيجيو على هاد الشكل هذا، حتى هما كذلك راهم كاينين دابا حاليا في المحل.
وكاين كذلك حتى هذا لو موديل هذا، هذا كيجي كله هكا بالدوغي وفيه لي بغوش فوالا. نحاول ان شاء الله انه يكون، نتمنى يكون ان شاء الله واضح بالنسبه لكم. كيجي كله هكا بالدوغي مع هاد لي بغوش هادو على هاد الشكل. وكاين كذلك حتى هذا، هذا بحال شكل دويت لكم هكا قبل في البيض، غير هذا كيجي كله 100% دوغي مع الشوشه كتجي هكا هابطه. بالنسبه لهادو راهم كلهم ان شاء الله بنفس الثمن، كيجي الثمن ديالهم ب 100 درهم، 100 درهم 12 بياسه، 100 درهم فقط. تختاروا ان شاء الله الشكل اللي بغيتو، ديروا غير كابتشور ديكو. وهادو فقط الاشاره، ما كاينش منهم كميه كبيره، شفتوا الناس هكا اللي بغيو يختاروا هكا في الاشكال. دونك تواصلوا معايا في اقرب وقت وخليوا لي هكا الكابتشور ديكو باش نخلي لكم ان شاء الله الشكل اللي بغيتو. وراه كلهم كيجيو مع هاد الاشكال ديال لي سيرفيت، هادو ما هادو اللي درتو معاهم كيجيو معاهم زوينين. هادو كيجيو كلهم في الابيض حتى هما كيجيو معاهم زوينين. هادو حتى هما كذلك كيجيو معاهم، حتى هاد اللون كذلك راه كيجي معاهم فوالا. وحتى كذلك هاد اللون هذا باش تكون لكم هكا فكره. نتوما ان شاء الله كيبقى عندكم هكا الاختيار، كلهم انا اختاريتهم كلهم كيتواتاو مع هاد لي سيرفيات هادو. كنذكرت 12 ان شاء الله ب 100 درهم فقط. نكملوا وندوزو دابا لها الطرزه هذه. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كتجي، كتجي فريمون راقيه بزاف. هذه كتجي كلها هكا بالزليجه، نفس الزليجه اللي دوزت لكم قبل، غير هذه كتجي زليجه في الدوغي. وحتى هي كذلك كيجي الكاليتي ديال الكوير ديالها فريمون رائعه، وكتجي رطبه وكلهم سحورد. كتجي فيه بيترونس على بيترونس، الثمن ديالو ب 220 درهم. بالنسبه لهاد الطرزه هذه فيها زوج ديال الالوان، كاين فيها هاد اللون هذا البلون كاسي، وفيها كذلك حتى هاد اللون هذا كيجي هكا بحال لون الطوب، بحال ما بين الماغون ما بين الدوغي، ماشي واحد اللون اللي فريمون زوين. حتى هو كذلك بزاف الناس اللي كيبغيو هكا اللون يكون شويه غالق، دونك راه كاين هاد الموديل هذا. وحتى هو كذلك كيجي بنفس الثمن، كيجي 220 درهم. وكلهم لي بات راه كيجيو هابطين فيهم من في الجوانب الشوشه، راه ما كتبانش مزيان و كيجيو فيهم هابطين من الشوشه في الجوانب، وكتجي فيهم 9 ديال الطرزات. بالنسبه للثمن ديالو كيف ذكرت كيجي 220 درهم. تختاروا ان شاء الله سوا هاد الشكل هذا ولا هاد الشكل هذا. وكلهم راه كاين فيهم جميع لي زارتيكل في كاين في هاد الطرزه هذه، دونك كاين فيهم لي سيرفيات ديالهم راهم جاو دابا حاليا، الناس كانوا كيتسناوهم. راه كيجي 12 حبه ب 180 درهم، وكيجيو ما شاء الله كبارين. راه كيجيو مع هاد اللون ومع هاد اللون كذلك. كاين فيهم كذلك حتى هاد الابواط هادي ديال لي موشوار، حتى كذلك نفس الشكل اللي دوزت لكم قبل، كتجي كلها هكا بالكبير. الثمن ديالها كتجي ب 50 درهم. كاين كذلك حتى هاد الابواط هادي ديال لي موشوار ديالها، شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، كتجي فريمون راقيه بزاف ديال الزليجه هكا. الثمن ديالها كيجي ب 120 درهم، كتجي الابواط حتى كذلك كتحل بحال الشكل اللي ورتكم قبل. الثمن ديالها ب 120 درهم. وكاين فيها كذلك حتى الفوال ديال الصينيه، كيجي بحال هكا، راه حتى هو كذلك متوفر حاليا، ونفس العبار اللي دوزت لكم ديجا من قبل، وكيجي كله هكا مطرز. الثمن ديالو كيجي ب 80 درهم، 80 درهم الفوال ديال الصينيه. وكاين فيها كذلك حتى هذه اللي ديال البراد والفراش ديال البراد، كيجي الثمن ديالها ب 20 درهم، كيجي كل ما دوز سيميلي كوير ب 20 درهم. كاين فيه هاد اللون هذا، والناس اللي ياخذوا مثلا هاد اللون هذا كيقدروا تاخذوا معاه هاد الفراش هذا مع هاد اللي ثاني ديال البراد. كيشوف هاد اللون هذا ثم كذلك بحال هاد اللون هذا الطوب، الثمن ديالو ثم كذلك كيجيو ب 20 درهم. وفيهم كذلك حتى هاد السوبور هذا اللي سبق لي ودوزتو لكم قبل في الزليجه الحمراء، دونك كاين كذلك حتى بالزليجه الدوغي. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، كيجي فريمون زوين بزاف. الثمن ديالو ب 100 درهم. والباك ديال الفوطات راه كيجي بحال هكا، كيجي مسدود على هذا الشكل. الثمن ديالو كيجي ب 70 درهم، 70 درهم ثلاثه ديال الفوطات، راه كاينين حتى في الدوغي. وفوالا كيف كيجي الشكل ديالو، هذا كيجي ب 100 درهم كيف ذكرت، وهذا كيجيو بثلاثه ب 70 درهم. ودائما مع الزليجه الدوغي كيعجبنا لكم فيها كذلك حتى هاد الفراش هذا اللي كيجي ديال البلاطو. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، كيجي الفراش كيجي كله كيف كيبان لكم، راه كيجي هكا مطرز، نتمنى يكون كيبان ولا باش يبان لكم هكا كيف كيجي. راه كيجي فيه هنايا 6 ديال الطرزات، وعاد كيجيو هكا مع 6 ديال هاد لي ميني سيرفيات هكا صغار، تعطيو هكا كل واحد مثلا الحلوى ولا الكاس ولا هذا، وتعطيو معاه هكا هاد السيرفيات. وكيجي فيه معاه كذلك حتى اللي ديال البراد، وكيجي معاه حتى الفراش ديال البراد. بالنسبه لهادو راه كيجيو هكا بالقطن، يعني ما كيجيوش بالكوير بحال كيف ما ورتكم قبل. وهادو حقاش هادو كيتصبن، يعني صبن ورد، بالنسبه للكوير كيتمسح، وهذا كيجي كيتصبن. دونك واخا تخوا عليه اتاي ولا هذا ما كتخافوش، راه ما كتبدلو لا لون لا حتى شي حاجه، واخا كتصبنو. دونك بالنسبه للثمن ديالهم كيجيو ب 70 درهم، 70 درهم
فقط عند محلكم تخفيضات ساره كيجي في هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الطرزه هادي راه باقي غندوز لكم حوايج اخرين فيها، دابا غي ندوز نكمل لكم ان شاء الله الفراش ديال ديال البلاطو. دونك كاين في هذا لو موديل هذا ان شاء الله نوريكم، كاين في كذلك حتى هذا لو موديل هذا ديال الزليجه الحمراء كيجي على هذا الشكل. سمحت ندوز لكم قبل كلشي ب 70 درهم. كاين كذلك حتى هذا كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي فيه هاد الطرزه هادي اللي كتجي فريمون زوينه بزاف. هاد الطرزه باقي حتى غادي ان شاء الله ندوزها لكم. وكاين كذلك حتى هذا ديال فيه الطرز الفاسي بالدوغي كيجي فريمون زوين بزاف على هذا الشكل. وكاين كذلك حتى هذا، وهذا راه كيجي هكا بالطرز الرباطي كيجي على هذا الشكل، المحتوى كذلك الشكل ديالو زوين بزاف. بالنسبه لهذا الموديل هذا كيجي الثمن ديالو ب 90 درهم، هذا اللي فيه الطرز الرباطي كيجي ب 90 درهم، والاشكال اللي ورتكم قبل كلهم كيجيو بنفس الثمن كيجيو ب 70 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. نكملوا ندوزوا دابا لهذا الفراش هذا ديال الصينيه. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كيجي، كيجي فيه هكا كل هذه السبوله هذه، كيجي الفراش ديال الصينيه وكيجي معاه كذلك حتى اللي ديال البراد ديالو مع الفراش كلهم كيجيو هادو بالكبير. بالنسبه للثمن ديالو كيجي ب 70 درهم، 70 درهم فقط عند محلكم تخفيضات سارة. نكملوا وندوزوا دابا لهذا الشكل هذا فوالا. دونك بالنسبه لهذا كيجي فيه اول حاجه لا ناب، بالنسبه لهاد الطرزه كتجي فيها الناب ديالها كتجي كله هكا في البلون كاسي فوالا، وكيجي فيه العبار ديالو متر ونص على متر ونص. بالنسبه للثمن ديالو كيجي ب 220 درهم. فيه كذلك حتى لي سيرفيات ديالو كيجي 12 سربيزه على هاد الشكل، هاد لي سيرفيات الكبار 12 كيجي الثمن ديالهم ب 180 درهم. هذا ب 180 درهم، وهذا كيجي كيف ذكرت ب 220 درهم. وكاين فيه كذلك حتى الفوال، هذا هذا الفوال هذا كيجي ديال الصينيه فوالا، كيجي على هذا الشكل هذا حتى هو كذلك ما شاء الله كيجي كبير، كيجي كله هكا داير بهاد الزواقه هذه، كيجي شكلها فريمون زوين بزاف. بالنسبه للثمن ديالها راه كتجي ب 80 درهم، الفوال ديال الصينيه كيجي الثمن ديالو ب 80 درهم، راه كاين في هاد الزواقه هذه. وندوزو دابا الفوال ديال الطبله، حتى هما كذلك راهم كاينين نحلكم تخفيضات ساره. دونك كاين اول شكل هو هذا، هذا كيجي ديال الزليجه الحمراء، وراه كيجي ما شاء الله كبير، راه كيجي كله هكا بالطرز، راه غير ما بينش هكا مع مطوي كيجي هذا كيغطي الطبله كامله كيجي هابط عليها. كاين اللي كيديروا هذا نيت، يعني كيديروا كان هكا شي ناب عندكم سامبل كيجي غير هذا كتلوحوا هكا فوق منها، كيجي حتى هو كذلك كيعطي شكل زوين وكيجي هكا كيعطي شكل مطرز. دونك كاين فيه هاد الزليجه الحمراء كتذكرت، كاين فيه كذلك حتى الزليجه اللي كتجي في الدوغي فوالا. وكاين فيه كذلك حتى هاد الزواقه هادي دوزت لكم دابا، راه نفس هادي راه كتجي هي نيت، راه كاينه حتى هي كذلك. وكاين فيه كذلك حتى هاد الشكل هذا ديال الورده اللي دوزت لكم ديجا قبل لا ناب ديالها، راه حتى كذلك متوفره فيه. بالنسبه للثمن ديالهم راه كيجي ب 160 درهم، 160 درهم، والعبار ديالهم ما شاء الله راه كيجي فريمون كبير. راه سبق لي دوزت لكم ديجا قبل محلوف واحد من الفيديو هاد الفريطه، راه كيجي تبارك الله كبير بزاف. دونك بالنسبه للثمن ديالو كيف ذكرت كيجي ب 160 درهم، وشحال ما كانت طبله كبيره ما شاء الله كيجي كيغطيها كامله، الثمن ديالو كتكتب 160 درهم. وكاين كذلك حتى هذا الشكل هذا، شوفوا لي ما شاء الله، هذا اللي زوين فيه انه اي معيش ما درتوه مع اي شكل هكا اللي عندكم هكا في اللاناب، دونك راه كيجي شكل كيجي كيمشي معاه، وراه كيجي بحال هكا كيجي بحال واحد واحد النقشه اللي فريمون زوينه بزاف. بالنسبه لهذا كيجي لي سيرفيات ديالو كيجي 12 وحده، كيجي الثمن ديالهم 180 درهم. وكاين فيه كذلك حتى هذا، هذا كيجي بواط ديال لي موشوار، الناس اللي مكيفضلوش الزليجه راه كاين حتى في هذا لو موديل، هذا كيجي سامبل الثمن ديالو كيجي 120 درهم، راه فوالا كيجي نفس الشكل الثمن ب 120 درهم، كيجي تقريبا بحال التريه ديال الشكل ديالها وشكلها فريمون زوين بزاف، الثمن ديالها ب 120 درهم كيف ذكرت. نكملوا وندوزوا دابا ان شاء الله لهاد الخدادي هادو، شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كيجيو، راه جبنا لكم فيهم الاشكال واللوينات. دونك ان شاء الله نبداو مع اول موديل هو هذا، هادشي كله راه ديال الطرز، راه كيف كيبان لكم هنا راه التخصاج ديالو راه باين، هادشي كيبان لكم هنا غير التخصاج اللي كتراسيو عليه باش كيطرزو هادشي كامل بالطرز الرباطي الاصيل. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كيجي، وهادو ما كتلقاو فريمون كل شكل كيقولوا كيكون اوني فوالا، كيجيو على هاد الشكل هذا، ديروا فيه تعمروا هكا باي خديه عندكم، حقاش كيجي كله هكا مطرز. وراح ان شاء الله نوريكم. دونك كيدير حتى هاد اللون هذا، ندوز لكم ان شاء الله جميع الالوان باش الناس هكا اللي بعاد ويقدروا يديروا هكا كابتشور ديكرون. الناس هكا اللي كيعجبهم هكا اللون الازرق، هذا كيجي ازرق وفيه بحال هاد الفيغ او. كاين كذلك حتى هاد اللون هذا كيجي داخل فيه الغوز الموف الكرونا
كاين كذلك حتى هذا اللون هذا كيجي داخل فيه هكا الكرونا صومون والدوري، وكاين كذلك حتى هذا، هذا كيجي كله هكا بالكرونا. شوفوا ليا ما شاء الله الجمال ديالو والكاليتي، راه ما حتاج نهضر لكم عليها، ما شاء الله الخديه كتجي فريمون ثقيله وكتجي زوينه بزاف. وكاين كذلك هادو كيف ما كان الشكل ديال الصالون ديالكم تقدروا انكم تدخلوهم فيه، يعني كيجي كيتواتى مع كل شيء. وكذلك حتى اللي زوين فيهم اكثر ديرهم حتى مثلا في غرف ديال النوم ديالكم ولا في اي بلاصه، راه كيجيو كيتواتاو، وحتى واخا يكون صالون حتى رومي راه كيجيو فيه زوينين بزاف. فوالا كيجيو على هذا الشكل. وكاين فيه كذلك حتى هاد الطرزه هذه، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كتجي، في هاد لورونج مع البلو كيجي واحد التناسق ديال الالوان زوين بزاف فيهم. كاين هاد الشكل هذا كذلك، هادو راه اللون كاين سيكون في لون ما شاء الله، دونك يجي على هاد الشكل هذا. وكاين فيه كذلك حتى هاد اللون هذا فوالا، وكاين كذلك حتى هاد اللون هذا فوالا، هذا كيجي داخل فيه هكا هاد الالوان هادو. وكاين كذلك حتى هاد اللون فوالا كيف كيجيو، وكاين كذلك حتى هذا الشكل هذا، هذا كيجي شكل مختلف برك، كيجي الجوانب ديالو دونك كيجي مختوم بطريقه مختلفه، كيجي على هذا الشكل. وكيجي فيه كذلك حتى هذا الشكل هذا. وكيف العاده الناس اللي بغاو يختاروا في الالوان حاولوا انكم توصلوا معايا باسرع وقت، هذا كيجي سامبل. وعاد كاين كذلك حتى هذا الشكل هذا اللي كيجي الناس كيفضلوا يكون 100% دوري، راه حتى هو كذلك كاين عند محلكم تخفيضات ترى، كيجي بحال هكا. وباش تكون فكره اكثر على كيفاش كيبان فاش كيتعمر، دونك راه كيجي بحال هكا فوالا ما شاء الله كيفاش كيجي. وهنا كيجيو هكا الطريزات اللي كيجيو فيها هكا في الجوانب، نتوما هذا بان هكا معمرش مزيان، نتوما ديك الساعه ملي كتعمر هكا مزيان راه كتجي واقفه الخديه وكتجي فريمون باينه. وبالنسبه للثمن ديالها راه كتجي ب 80 درهم، 80 درهم فقط عند محلكم تخفيضات ساره. الوغ فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم، نتمنى انكم تخليو لي بزاف ديال لي لايك ديالكم، كتشجعوني بزاف. وراه كيف لاحظتوا وليت كنحاول نحط لكم كل نهار فيديو، خليو لي بزاف ديال لي لايك وحاولوا انكم تدعموني كثر باش نبقى دائما هكا اكتيف. وراه جاي بزاف ديال الجديد، غير خليكم ابوني في لاشين وكذلك فعلي الزر ديال الجرس باش فين ما ان شاء الله يتحط الجديد يوصلكم نتوما الاولى. مرحبا، الف مرحبا بكم كاملين، وإلى الفيديو المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.